المواقيت المكانية، ايه المكان اللي انا هحرم منه وانا رايح اؤدي فريضة الحج او العمرة؟ قبل ما اقول المواقيت المكانية، عايز اقول لحضراتكم بس ان المواقيت الزمنية للعمرة طول السنة، المكانية الزمنية للحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، طيب للعمرة طول السنة ينفع تؤدي العمرة في أي وقت، مفتوح طول السنة. المواقيت المكانية بقى، سيدنا النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، وقال الحبيب الشفيع: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. تاني ونبين. سيدنا النبي، اللهم صل عليك يا رسول الله، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. إيه ذا الحليفة ده؟ اللي هو مكان في المدينة المنورة اسمه أبيار علي. إحنا دلوقتي المصريين بيروحوا المدينة قبل الحج، يبقى بقى حالهم زي حال أهل المدينة، اللي راح المدينة قبل الحج هيحرم من أبيار علي. طيب يا عم الشيخ، زمان قبل ما يعملوا القطار السريع بتاع المشاعر كنا بنلبس الإحرام في الفندق ونركب الأتوبيس ونوصل أبيار علي نصلي ركعتين، لأن أبيار علي على أطراف المدينة وانت طالع منها رايح مكة المكرمة، ربنا يوعدنا جميعا يا رب. طيب دلوقتي ما بنروحش أبيار علي، نعمل إيه؟ ده الراجل السائق بتاع القطار لما بنيجي بمحاذاة الميقات بيقول إيه؟ نحن الآن في محاذاة الميقات. هو ينفع أحرم قبل ما اوصل الميقات؟ ينفع تعمل كده وانت لابس الاحرام في الفندق بتاع المدينة، ركبت الاتوبيس يوديك محطة القطار، قول وانت في الاتوبيس: لبيك اللهم حجا، او لبيك اللهم عمرة وحجا، او لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج. وهنيجي لتفصيل هذا الامر، نقول ايه بالضبط يعني. طيب اللي جاي من مصر رايح على مكة، يبقى أهل المدينة اللي في المدينة اللي راح يزور سيدنا النبي قبل الحج هيحرم من أبيار علي. طب اللي جاي من مصر، اللي جاي من الشام، اللي جاي من المغرب على مكة، وقت النبي لهم ميقات اسمه إيه؟ اسمه الجحفة. إيه الجحفة دي؟ قال لك مكان قريب من مدينة رابغ. رابغ دي بينها وبين مكة قد إيه؟ حوالي تقريبا يعني ما بين الجحفة والرابغ حاجة وخمسين كيلو كده. طيب لو أنا أحرمت من مصر وجاي على مكة لابس الإحرام هنا في مطار القاهرة، ينفع أحرم في الطائرة؟ ينفع، قول لبيك اللهم عمرة وانت في الطائرة. وبنقول للي رايح على مكة هيروح جدة الأول من هنا على مكة، نقول له احرم في مطار القاهرة وين والنية وانت في الطيارة، لأن قائد الطائرة أيضا هيقول إيه؟ نحن الآن بمحاذاة الميقات قبل ما توصل جدة بنصف ساعة. سيدنا النبي وقت للي جاي من اليمن مكان اسمه يلملم، ووقت لأهل النجد. من أهل نجد اللي جاي بقى من الرياض واللي جاي من كل مكان في المملكة العربية السعودية، وقت النبي لهم مكان اسمه قرن المنازل. إيه قرن المنازل ده؟ اسمه السيل الكبير. يبقى ناخد بالنا، النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة واللي جاي منها رايح مكة مكان اسمه ذي الحليفة. إيه ذي الحليفة ده؟ اللي هو أبيار علي. اللي رايح من مصر والشام والمغرب وقت النبي لهم رابغ قبل مكة أو قبل جدة. طيب اللي جاي من اليمن مكان اسمه يلملم. اللي جاي من نجد من بقى بقية الأماكن في السعودية وبقية المدن والرياض وغيرها مكان اسمه السيل الكبير. وقام سيدنا النبي ادنى بقى إيه؟ ادنى حاجة كده في الحديث، قال لنا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
هذا كلام المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه مواقيت وضع مكانها وبينها لنا الحبيب الشفيع. يا رب ارزقنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم آمين.